مساء الخير لكل الأصدقاء والصديقات. حقيقة بقيت واقف بزاف قدام الكاميرا وكنفكر في هذا الموضوع اللي غادي نشاركه معكم. موضوع اللي بسيط جدا، كل واحد كيحلم بشي حاجة، يعني أن الأحلام تختلف من شخص لآخر. كاين اللي كيحلم بالمال باش يولي لاباس عليه، وكاين اللي كيحلم بالسفر بطبيعة الحال يزور كاع المناطق الجميلة في العالم، وكاين اللي حلمه أنه يقيم علاقة مع ملكة الجمال أو الزواج منها، والكثيرون يحلمون بالشهرة لأن مرض العصر أن تكون مشهورا. زعما هكا شنو نقول لكم، هاد الأحلام هذه خلال هذه السنوات اللي كنعيشو بطبيعة الحال مرة كتكون بسيطة وفي يد المتناول، يعني سهلة أن تتحقق، وشي مرة كيولي هذاك الحلم عاصي ويصعب تحقيقه واخا ما تحاول تحاول واخا ما تحاول تحاول من مرة. علاش؟ لأن هناك أقدارا بينك وبين هذا الحلم، واخا تظل ما تحلم. إذا هذه الأحلام البسيطة، وهناك أحلام يعني معقدة بشكل كبير، وهناك أحلام اللي قصيرة المدى تقدر تحقق على عام، على 6 شهور، على شهرين. حلم ديال البكالوريا، حلم ديال الإجازة، حلم ديال الدكتوراه، وهناك أحلام طويلة المدى. في النهاية، في نظركم، هل تتحقق الأحلام؟ واش هذاك الحلم اللي كتحقق منه ولا كتحلم به هل يتحقق بكامله؟ إذا كان هذا هو الشق ديال سميتو اللي كنهضروا فيه بشكل بسيط، كيفاش هي الأحلام ديال الكتاب وديال المفكرين؟ مثل الحال يعني تختلف هذه الأحلام باختلاف المفكرين والمبدعين. يعني أغرب حلم شتو أنا بطبيعة الحال ولا قريت عليه هو الحلم ديال خورخي لويس بورخيس، الكاتب الأرجنتيني. هذا السيد هذا حلم أنه أن يكون حبة رمل. تصوروا على حلم، حلم باش يكون حبة واحدة ديال الرمل، يعني حلم في المتناول. انتوما أصدقائي الأعزاء، أشنا هي الأحلام ديالكم؟ خليوها لي في التعليق، وإلى لقاء آخر. تشاو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.